بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات
وكان الله عزيزا حكيما. وتسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. سؤال شباب: إن الإنسان خلق هلوعا. What?